السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة نوليدج. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون كله، خلق الإنس والجن والملائكة. إحنا في الفيديو ده هنتكلم عن الملائكة، مين هما، طبيعة شكلهم، اتخلقوا ليه، وعددهم قد إيه، وهل بيتصوروا في صورة إنسان في بعض الأحيان ولا لا. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها دلوقتي. خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة قبل ما يخلق البشر وقبل وجود الأرض أصلا. أصل الملائكة من النور، عكس الإنسان مخلوق من طين والجان اتخلقوا من نار. تسكن الملائكة في السماء ومش بتنزل الأرض إلا بأمر الله عز وجل لهدف معين هو بيحدده له. الملائكة ليهم القدرة على التشكيل في صور مختلفة، زي مثلا ممكن يتم إرسالهم إلى الأرض على هيئة بشر، زي ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى ستنا مريم عليها السلام. كمان سيدنا جبريل كان بيظهر للرسول صلى الله عليه وسلم في كذا شكل، مرة على شكل إنسان ومرة تانية على الصورة اللي ربنا خلقه عليها. ومن ضمن معالم شكله الحقيقية إن ليه 600 جناح ما بين كل جناحين ما بين المشرق والمغرب. واللي بيميز شكل الملائكة إن ليهم أجنحة، وبيختلف عدد الأجنحة دي من ملاك إلى التاني. بالنسبة لعدد الملائكة فالأمر ده مش محدد ولا معروف بشكل مؤكد، بس الأكيد إن عددهم كبير جدا. أما بالنسبة لأحجام الملائكة فأحجامهم مختلفة عن بعض. أما بالنسبة لأشهر الملائكة اللي احنا نعرفهم فهما سيدنا جبريل عليه السلام، وهو اللي كان مأمور بتبليغ الوحي للرسل والأنبياء. ميكائيل عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى كلفه بإنزال المطر وإنبات النبات. إسرافيل عليه السلام هو أحد حملة العرش، وهو اللي هينفخ في الصور بأمر الله سبحانه وتعالى يوم قيام الساعة ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وملك الموت عليه السلام، وهو المسؤول عن قبض الأرواح، وهو آخر المخلوقات اللي هتموت في الكون كله. بكده نكون اتكلمنا عن بعض المعلومات عن الملائكة. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.